من كييف ينضم إلينا مستشار السياسة الخارجية في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية دكتور إيفان أوس. دكتور إيفان أهلا وسهلا بك معنا دائما على سكاي نيوز عربية. يعني أخبار بالتأكيد ليست جيدة بالنسبة لكم، خسائر متتالية منذ سقوط أفدييفكا في يد الروس، لكن حتى القوات العسكرية أو المسؤولون العسكريون الأوكران يعترفون بأن وضعهم سيء جدا من حيث العتاد ومن حيث عدد الرجال، هناك خسائر كبيرة في صفوف القوات الأوكرانية. كيف سينعكس ذلك على وضع أوكرانيا في قادم الأيام في الحرب؟ مساء الخير من كييف، تحياتي مروج وجمهور سكاي نيوز عربية، and actually شكرا على دعوتي. نحن واجهنا مشكلات عدة خلال الأسابيع الماضية، ويجب أن نفهم أن الدعم الذي يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى هي تأخذ وقتا من أجل أن تحول إلى أوكرانيا، وهذه المساعدات مطلوبة، وهناك فرص بالنسبة لروسيا، ونحن ننتظر هذه الأسلحة أن تشن هجمات، وفعلا هي حققت بعض النجاح إذا صح القول في هذه الفترة. لكن إذا كنا نتحدث عن ما فعلته روسيا حسب تصريح رئيس هيئة الأركان، فحسب ما أعرف هناك بعض الجنود الأوكرانيون الذين يجب استبدالهم، بعضهم وصل سن التقاعد وآخرون يراد استبدالهم، وبالتالي هناك تحريكات عديدة وإعادة نشر من جانب الجيش الأوكراني لقواته. وأعتقد أنه في الوقت الحالي هذه مشكلة أن نفقد بعض الأراضي بسبب هذه الفراغات، ولكن ما يزال لدينا مهمة مهمة في الأسابيع المقبلة، وهي الدفاع عن عدد من المدن، ونتوقع أن الدعم من الشركاء سيأتي، وذلك خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة على أقصى حد، من أجل أن نضمن السيطرة على عدد من المدن التي تريد روسيا الاقتراب منها، وذلك قبل 7 ماي، لأن بوتين يريد أن يحقق بعض الأهداف قبل تنصيبه 7 مايو. لذلك أعتقد أنه لدينا ما يكفي من القوات للدفاع. طيب دكتور إيفان، دعني يعني أخذ أو أفصل الموقف، لأن هناك جزء متعلق بالأسلحة وهناك جزء متعلق باستخدام أوكرانيا لهذه الأسلحة والعنصر الخاص بالمقاتلين. عنصر الأسلحة وهو تعتمد فيه أوكرانيا تقريبا بنسبة 100% على الدعم الغربي، سواء كان الدعم الأوروبي والدعم الأمريكي. هناك 61 مليار دولار تعهدت بها الولايات المتحدة، لكن لا نتوقع أن يصل يعني هذا الدعم قبل أشهر من الآن، ولكن كان هناك تعهدات سابقة في عدد الأسلحة ونوعها ونوعية الأسلحة التي تريدها وتحتاجها أوكرانيا. هل حصلت أوكرانيا بالفعل على كل ما تعهد به الغرب بتقديمه لأوكرانيا من أسلحة؟ بطبيعة الحال على غرار أي دولة تخوض حربا فنحن نحتاج إلى أسلحة، لكن تعلمين مروج حسب الوضع الحالي نحن سنتلقى 61 مليون دولار، سيكون ذلك على شكل صواريخ ومضادات للصواريخ، وهذا مهم جدا لنا لأننا فقدنا عددا من الصواريخ، وخصوصا بعد استهداف عدد من محطات الطاقة لدينا، وروسيا استغلت عدم حيازتنا هذا النوع من الأسلحة،
واستهدفت محطات الطاقة، وكذلك سيكون هناك بعض الدبابات مثل دبابات برادلي، وهذا سيتيح لنا شن بعض العمليات. وأرى أنه سيكون لدينا مدرعات هارفي. طيب لك ما فائدة، تعذرني دكتور إيفان على المقاطعة لأنه هذه نقطة مهمة، ما فائدة وصول هذه الأسلحة متأخرة؟ يعني الاتحاد الأوروبي فشل في تحقيق هدفه المتمثل في إرسال مليون قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا، كان هذا المفترض أن يكون بحلول مارس الماضي، يعني نحن في شهر أبريل، وبالتالي وصول هذه المساعدات متأخرة بعدما تكون أوكرانيا خسرت الحرب، وتكون روسيا أرسلت ديناميكيات وتكتيكات حربية تستطيع بها الاحتفاظ بمكاسبها. ما العمل في هذه في هذا الموقف؟ بطبيعة الحال نحن كنا نتوقع 800,000 ذخيرة من تشيك، وبعد التأخر وعدوا بتقديمها في شهر يونيو، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية حفزت الدول الأوروبية الأخرى بعد الموافقة على حزمة المساعدات. كما قلنا للشركاء، هدفنا الأول هو تشاسيفيا، وكذلك الحفاظ على خطوطنا الأمامية وعلى النجاحات التي كنا قد حققناها سابقا، وكذلك وقف التقدم الروسي. ولذلك نحتاج تقوية الخطوط الأمامية. لكن هل ستعوض هذه الأسلحة نقص الجنود؟ وهنا دعني أذكرك بأن حتى القوات الأوكرانية اعترفت بأنه سقط 85 جندي على الجبهة الشرقية، هناك نقص في الجنود الأوكران، كيف سيتم مواجهة هذه المشكلة؟ أوكرانيا بدأت تغيير التشريعات الخاصة بالتعبئة العسكرية، وأعتقد أن هذه قضية مثيرة للجدل في أوكرانيا، لكننا نحتاجها حتما. وهذا قرار من وزارة الخارجية الأوكرانية، سيتم استهداف الأوكرانيين خارج أوكرانيا، وإذا أرادوا الحصول على وثائق لابد أن يلتحقوا بالخدمة العسكرية إذا أرادوا الحصول عليها. وكذلك هناك تشريعات أخرى تستهدف الشباب الذين هم في أماكن مختلفة، ويطلب أن يلتحقوا بالجيش الأوكراني. ولذلك نحن نعمل جاهدين من أجل إعادة هؤلاء إلى أوكرانيا وإشراكهم في الجيش. وبالنسبة للتعبئة، نهدف أن يزيد عدد المجندين في الجيش من 27 عاما. وكذلك هناك بعض التغييرات التشريعية الأخرى، مثل تغيير وضع الأشخاص الذين كانوا نسبيا غير جاهزين. نحن حددنا تلك اللوائح، وهذا يعني أنه سيكون هناك أعداد أكثر ستلتحق بالجيش بفضل هذه التغييرات، وأولئك الأشخاص سيلتحقون بالجيش. وأرى أن هذا سيساعدنا ويفيدنا في حل المشكلة السابقة. في الوقت الراهن الذي نحتاجه هو تكنولوجيا أكثر وجنود أكثر، وهذا يعني أننا يجب أن نسخر القوات البشرية وكذلك التكنولوجيا في هذه الحرب. في بعض المرات نجحنا في استخدام تكنولوجيا المسيرات وكذلك أنواع جديدة من الأسلحة، كل هذا يمكنه مساعدة أوكرانيا على بسط الاستقرار في الميدان، وخصوصا بعد الدعم من الشركاء. شكرا جزيلا لك دكتور إيفان أوس، ضيفنا من كييف، مستشار السياسة الخارجية في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية.